في صدد التنمية الاجتماعية، الهلال الأحمر سيتجه إلى الولايات الحدودية والولايات الجديدة بمشاريع مصغرة لدعم العائلات المعوزة، هذه العائلات التي اليوم لن نتجه إليها بقفة أو بمبالغ مالية، بل سنتجه بمشاريع تنموية ستعود بالخير عليها وعلى كل المناطق. نذهب أبعد من ذلك في الإطار الإنساني للهلال الأحمر الذي يعتبر من مبادئه الأساسية. الصحة ستكون في قلب أهمية، في قلب اهتمامات الهلال الأحمر. هناك قوافل طبية سيتم إعدادها بطريقة دورية، بطريقة منظمة، بطريقة ممنهجة وبطريقة مدروسة إلى مناطق الظل.